وتتصاعد المخاوف إزاء الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار إسرائيل في قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء. وحذر برنامج الأغذية العالمي البام من أن السكان يواجهون احتمالا مباشرا للموت جوعا، حيث أصبحت إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا. وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج في البيان لها: مع اقتراب فصل الشتاء والملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعا، والأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدة الإنسانية. فيما أن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازراني أن الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت انقطعت تماما مجددا مع قطاع غزة بسبب عدم توافر الوقود. وقال: أعتقد أن هناك محاولة لخنق وشل عملياتنا، نحن بحاجة إلى الوقود والوقود والوقود، وكلما طال أمد الحصار زاد التهديد بأن يصبح السبب الرئيسي للوفيات في القطاع الفلسطيني. نستمع لعدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للأونروا. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور بصورة دراماتيكية. هناك عشرات الآلاف من الفلسطينيين يصطفون طوابير من أجل الحصول على المياه النظيفة التي أصبحت غير موجودة، أو المياه الصالحة للشرب. معظم محطات تحلية المياه أغلقت أبوابها، المجاري ومياه الصرف الصحي أصبحت تغمر شوارع عديدة ومختلفة في مختلف مناطق قطاع غزة. لا يمكن على الإطلاق استخدام الوقود كسلاح في هذه الحرب. ما دخل إلى قطاع غزة 23 ألف لتر من الوقود، وهناك اشتراط بأن يستخدم فقط للشاحنات. معنى ذلك أننا لا نستطيع إيصال هذا الوقود لأي منشأة من المنشآت الخدماتية التي هي مرتبطة بالأونروا، كمحطات تحلية المياه، محطات الصرف الصحي، المشافي والمخابز. عدد النازحين في مدارس الأونروا وصل إلى حوالي 813 ألف. هناك أيضا 103 من موظفي الأونروا الذين قتلوا في هذه الأحداث. نحن متأكدون أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير، ولكن صعوبة إزالة الركام والأنقاض تجعلنا غير قادرين على معرفة من قتل ومن بقي حيا من موظفي الأونروا.